السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. تحديث جديد قامت به اليوتيوب مؤخرا. في هذا التحديث هناك 4 تعديلات. هناك تعديل قد لا يعجب بعض كما قلنا صانعي المحتوى. سوف نقوم بالتعرف على هذه التعديلات إن شاء الله في هذه الحلقة، فتابع معي التعليم. في البداية سوف يظهر لكم هذه الرسالة على استوديو اليوتيوب. أعتذر لأنني لم أتوصل بهذه الرسالة بعد على القناة الخاصة بي. هناك من توصل بهذه الرسالة، لذلك أردت أن أقوم بشرح لكم التعديل فيما يخص هذه الرسالة. تعديلات على السياسة. نحن بصدد تعديل سياستنا المتعلقة بإعادة تقديم طلب الانضمام إلى برنامج شركاء اليوتيوب، وبصدد تمديد مهلة وضع الإيقاف المؤقت للاشتراكات الداعمة للقنوات. ماذا تعني هذه الرسالة؟ أخي الكريم، يمكنك أن تقوم بالذهاب أو النقر على مزيد من المعلومات. سوف يتم توجيهك إلى هذه الصفحة، ثم بعد ذلك يمكنك أن تقوم بقراءة كل التفاصيل المتعلقة بالتحديث، أو يمكنك النقر على التجاهل. نحن سوف نعمل على قراءة التعديل، أو سوف أقوم باختصار لكم هذا التعديل فيما يلي. بالنسبة للتعديل الأول الذي يتعلق بإرشادات المنتدى، فبالنسبة للأشخاص الذين يقومون بنشر محتوى خطير أو ضار أو صادم أو محتوى فيه إيذاء للنفس أو عري أو تحديات خطيرة أو غيرها، ستكون عليها من الآن فصاعدا رقابة كبيرة جدا في الأيام القادمة. إذا كانت القناة الخاصة بك لا تقوم بنشر أو استخدام هذا المحتوى، فهذا الأمر لا يخص القناة الخاصة بك. أما بالنسبة للتعديل الثاني المتعلق بالتعليقات المثبتة، مثلا لديك فيديو أو فيديوهات تريد عمل تعليق مثبت كي يظهر بارز للمتابعين الخاص بك، خاصة إذا كان هناك تعديل فيما يخص الفيديو، أو قمت بالإشارة إلى شيء معين في الفيديو وأردت أن تقوم أن يظهر أن يشاهده المتابعين الخاص بك، يمكنك أن تقوم بعمل ذلك التعليق على الفيديو الذي أردت ذلك، مثلا هذا الفيديو الخاص بي. إذا أردت مثلا هذا التعليق أن يظهر بارزا، تذهب إلى هذه النقط الثلاث، تنقر عليه بهذا الشكل، ثم تختار التثبيت. مرة أخرى سوف يظهر هذا التعليق بهذا الشكل. يعني إذا كان هناك تحديث معين قمت به في الفيديو، إذا كنت تريد أن تقوم بالإشارة إلى شيء معين، يمكنك أن تقوم بهذا الخيار كما قلنا. من أجل الحصول على هذه الميزة يجب أن تقوم بتفعيل الميزة المتقدمة. يعني ماذا يعني ذلك إخواني الكرام؟ إذا كنت تريد أن تقوم بالحصول على هذه الميزة، يعني التعليقات المثبتة، يجب عليك أن تقوم بتفعيل الميزة على القناة الخاص بك. كيف تقوم بذلك؟ يمكنك الذهاب إلى الإعدادات بهذا الشكل، بعد ذلك سوف تنبثق معك هذه النافذة، تختار هنا القناة، بعد ذلك تذهب إلى الخيار الثالث والذي هو الآلية الاستخدام الميزات. سوف يظهر لك هنا الميزات المتقدمة، يعني يجب عليك أن تقوم بتفعيل هذه الميزة. كما تلاحظون هنا يعطيك مجموعة من الخيارات، ميزات متقدمة، طلب إعادة النظر، كذلك غيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه الميزة. بالنسبة للتعديل الثالث الاشتراكات الداعمة الخاصة بالقنوات، يعني الانتساب، حيث أن المتابعين يقومون بالدفع لك مقابل أن تدعم أو الانتساب إلى القناة الخاصة، وكذلك في حالة تم إيقاف الربح في قناتك على اليوتيوب لن تستطيع تفعيل الاشتراكات الداعمة إلا بعد مرور 90 يوما إلى 120 يوما، ويسمى بالوضع الإيقاف المؤقت. أما بخصوص التعديل الرابع، إعادة تقديم الطلب للانضمام إلى برنامج شركاء اليوتيوب، هذا يعد من أكفس وإن صح التعبير من التعديلات، كما قلنا التعديل ليس بالجيد. فحال ما إذا قمت بتحقيق الشروط وقمت بتقديم القناة الخاصة بك للمراجعة،
لكن مع الأسف لم يتم القبول القناة الخاصة بك. سوف يكون أمامك خياران، يا إما أن تقوم بعمل طلب إعادة النظر خلال 15 يوما، أو تنتظر لمدة 30 يوما بعمل إعادة المراجعة أو إعادة طلب مرة أخرى من أجل القبول القناة الخاصة بك. في حالة ما تم رفض، كما قلنا المرة الثانية تم رفض القناة الخاصة بك، يجب عليك الانتظار لمدة 90 يوما بدل شهر في المرة الثالثة وذلك والرابعة، هي شيء ينطبق حتى على القنوات التي لم تكن مفعلة قبل أي قنوات جديدة. هذا كل ما في الأمر إخواني الكرام، يعني هذا التحديث فهو كما قلت كارثي بالنسبة للقنوات الجديدة وغيرها. أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.